نحن اليوم في النسخة الثانية من لقاء بين جهات المغرب وجهات موريتانيا في إطار التعاون اللامركزي، حيث تمت النسخة الأولى في نواكشوط، ونحن اليوم في إطار النسخة الثانية في الرباط. أولا أشكر جزيل الشكر رئيسة الرابطة الجمعية المغربية للجهات الأخت مارك بعيدة على الدعوة الكريمة، وأشكر الإخوة رؤساء الجهات أيضا على حفاوة الاستقبال وعلى الحضور. وأجزم أن هذه التظاهرة ستكون لها أثر إيجابي على مستوى بلدين، وستكون لها أثر إيجابي بالنسبة للمواطنين. فنحن نطمح من خلال هذا التعاون اللامركزي، ومن خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها منذ ما يقارب سنتين، نطمح إلى تطويرها وتحيينها وإرساء تنمية حقيقية على المستوى المحلي، تستلهم من العلاقات والتعاون القائم بين البلدين واللي عنده تاريخ كبير جدا. هكذا.